السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم يا أبطال على منصة إيديورام مع أستاذ صابر بيبرس في مادة اللغة العربية. لسه في الوحدة الخامسة في إعراب الفاعل المضارع. خدنا رفع المضارع ونصبه، النهاردة هناخد جزم الفاعل المضارع. جزم الفاعل المضارع. طيب، بيقول لي إن الفعل المضارع يجزم وجوبا، يعني يجب جزمه إذا سبقته أداة جزم، سواء أداة جزم اللي بتجزم فعل واحد أو أدوات جزم اللي بتجزم فعلين اللي هي أدوات الشرط. ويجزم جوازا، يجزم جوازا يكون جائز الجزم يعني مش واجب الجزم، إذا وقع جوابا للطلب. إذا وقع جوابا للإيه؟ للطلب. خلاص؟ طيب، ناخد بقى علامات جزم الفعل المضارع وبعد كده نروح للأدوات. علامات جزم الفعل المضارع هما تلات علامات بقى. احنا قلنا الرفع كانت علامتين والنصب علامتين، لكن هي تلات علامات. اول حاجة السكون، ودي علامة اصلية. بعد كده حذف حرف العلة، ودي علامة فرعية. وحذف النون، ودي علامة فرعية. يبقى العلامة الأصلية للجزم هي السكون. بيقول لي يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، ويجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ويجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. خلاص كده، دي العلامات الجزم. تعالوا نروح الأمثلة مع الأدوات. أول حاجة في أدوات تجزم فعل واحد اللي هي لا الناهية. والفرق بين لا الناهية ولا النافية ان لا الناهية فيها طلب. لما اقول لك لا تلعب يبقى انا بطلب منك حاجة، انما النافية بقول لا يلعب ما بطلبش حاجة. لا الناهية ولم، ودي اداة نفي وجزم، ولما ولام الامر، دي ادوات بتجزم فعل واحد. طيب اقول لك مثلا لا تهمل دروسك، يبقى تهمل فعل مضارع مجزوم بالسكون لانه صحيح الايه؟ صحيح الاخر. طيب لما اجي اقول لك كده لا تسعى في شر، ده فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العله لانه معتل الاخر. طيب لما اقول بقى لا تهملوا، لا تهملوا دروسكم، ده فعل مضارع مرفوع مجزوم بحذف النون. يبقى الاول ده مجزوم بايه؟ مجزوم بالسكون، وده لانه صحيح الاخر. التاني مجزوم بايه؟ التاني مجزوم بحذف حرف العله لانه معتل الاخر، وده مجزوم بايه؟ مجزوم بحذف النون لانه من الافعال الخمسه، ودي لا الناهية. طيب عندي الفعل المضارع إذا كان في حرف علة قبل الحرف الأخير، زي يستطيع أو أي فعل تاني في حرف علة قبل الحرف الإيه؟ قبل الحرف الأخير، زي تنال مثلا. لما أجي أقول كده مثلا لم
يستطع. ايه اللي حصل؟ هو ده صحيح الاخر اساسا يستطيع، فده مضارع فعل مضارع مجزوم بالسكون. طب ايه اللي حصل؟ اقول لك ان اللي حصل هنا انت لازم تاخد بالك منه، ان حرف العله اللي قبل الحرف الصحيح تم حذفه. ليه؟ يبقى حذف حرف العله لعدم التقاء الساكنين. ليه لعدم التقاء الساكنين؟ لان حروف العله ساكنه، الياء دي ساكنه، وانا هنا هجزمه بالسكون لانه صحيح الاخر. فلو فضلت اقول ايه؟ لم يستطيع، لم يستطيع صعبه في النطق، فحذف لعدم، لان ما ينفعش حرفين ساكنين ورا بعض في اللغه العربيه، فحذف لعدم التقاء الساكنين. ماشي، هقول كده ذاكر، اقول لا بلاش ذاكر، اقول مثلا لم تنل النجاح، ماشي، حتى تذاكر. اقول لم تنل، فتنل فعل مضارع مجزوم بالسكون، لكن هو اصل فين الالف دي؟ راحت فين؟ اصلها تنال، حذف لعدم التقاء الساكنين. يبقى الفعل المضارع ده صحيح الاخر، ولكن اذا كان الفعل المضارع صحيح الاخر، الحرف قبل الاخير حرف عله، عند الجزم يحذف لعدم التقاء الساكنين. طيب تعالى بقى ناخد جزم الفعل في جواب الطلب، ونخلي حلقه كامله لاسلوب الشرط، لان ده يحتاج مننا وقت كتير. طيب جزم الفعل في جواب الطلب، احنا قلنا جزم الفعل في جواب الطلب واجب ولا جائز؟ افكرك باللي انا قلته هنا اهو، انا قلت لك ايه؟ يجزم وجوبا اذا سبقته اداه جزم، سواء ادوات الجزم اللي بتجزم فعل واحد اللي هي لا، ان هي، ولم، ولما، ولم الامر، او ادوات الشرط اللي بتجزم فعلين. ويجزم ايه؟ قلت لك جوازا اذا وقع جواب للطلب. يبقى جزم الفعل في جواب الطلب ايه؟ هتقول لي جائز وليس واجب. طيب ايه شروط جزم الفعل في جواب الطلب؟ اول كده ان يسبق الطلب الفعل، يعني الطلب يجي قبل الفعل. تاني شرط ان يترتب الطلب على الفعل. طيب تالت شرط اذا كان الطلب نهي يجب أن يكون الجواب اللي هو جواب الطلب أمر محبوب للنفس، لأن لو أمر مقبول للنفس مش هينفع، أمر محبوب للإيه؟ للنفس. عايز أقول لك إن الطلب اللي أنت عارفه أمر ونهي واستفهام وتمني وعرض ورجاء وتحضيض، بس خد بالك بقى، الطلب المقصود بالطلب في جزم الفعل في جواب الطلب حاجتين بس، أمر ونهي، الحاجات التانية مش عايزينها. يبقى يسبق بطلب، والطلب اللي عايزينه هنا فقط أمر وإيه؟ ونهي بس. طيب تعال ناخد مثال، لو أنا قلت لك كده ذاكر، أدي طلب، تنجح، أدي جواب. ذاكر طلب، هو كده سبق الايه؟ الشرط الاول، تعالى معايا، ان يسبق الطلب الفعل، فالطلب ذاكر سبق الفعل. تاني حاجه بقول لك ايه؟ ان يترتب الطلب على الفعل. طيب هو النجاح مش هو مترتب على الفعل؟ ماشي. طيب يبقى تنجح فعل مضارع ايه؟ فعل مضارع مجزوم. هتقول لي بس انت قال جائز الجزم، اقول لك اقول لك يعني لو قلت تنجح وخليته مرفوع تنفع؟ اقول لك تنفع عادي، ما فيهاش حاجه، خلاص كده، يبقى ده فعل مضارع، بس اذا جابه لك مجزوم خلاص، فعل مضارع مجزوم في جواب الايه؟ في جواب الطلب.
علامة جزمه طبعا عشان صحيح الآخر السكون، وعلامة جزمه الإيه؟ السكون. طيب ناخد حاجة كده يكون الجواب مش مترتب على الطلب. لما اقول لك اغتنم اهو، اغتنم فرصة، فرصة تظهر لك، هل بقول لك اغتنم الفرصة اللي تظهر لك، هل تظهر مترتب على اغتنم؟ لا، يبقى ده فعل مضارع ايه؟ مرفوع بالضمة تظهر. اجي اقول لك صاحب صديقا يتقي، يتقي الله فيك، هل يتقي الله مترتبة على صاحب؟ لا. والله لو قلت مثلا صاحب صديقا يتقي الله فيك اقول لك تفز، ده كده تفز مثلا هيكون مترتب على مصاحبة الصديق اللي بيخاف ربنا فيك، لكن يتقي مش مترتب على صاحب صديقا، ده دي نصيحة بقول لك صاحب انسان يكون بيخاف ربنا بيتقي الله فيك. يتقي فعل مضارع ايه؟ مرفوع بالضمة الايه؟ المقدرة، لانه معتل الاخر. طيب بقول لي بقى اذا كان شرط، اذا كان الطلب نهي، انا قلت لك الطلب في جزم الفعل في جواب الطلب المقصود بالطلب يا امر يا نهي، يجب ان يكون امر محبوب للايه؟ للنفس. طيب يعني لما نيجي ناخد كده اقول لك لا تهمل دروسك تنجح. طيب واجي اقول لك تاني لا تهمل دروسك ترسب. هنا الطلب نهي، فيجب ان يكون الجواب امر محبوب للنفس، فالنجاح امر محبوب للنفس فده مجزوم في جواب الطلب عادي، لكن الرسوب امر مكروه للنفس فهنا يجب فيه الرفع، هنا ترسب ده يجب ايه؟ يجب فيه الرفع، يبقى لازم اقول فعل مضارع ايه؟ مرفوع، لانه امر لا تحبه النفس. يبقى اذا كان الجواب الطلب نهي يجب ان يكون الجواب امر محبوب للنفس، يبقى تنجح فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون. اديك حته بقى في الطلب تاني عشان لما قلت لك ذاكر تنجح، خد بالك ان فاء السببيه برضو بتسبق بطلب. لما اقول لك ذاكر فتنجح، عشان تيجي ممكن تيجي لك في الامتحان يقول لك الفرق ما بينهم، وذاكر تنجح، ايه الفرق ما بين اعراب الاثنين؟ هتقول لي ده فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب عادي اهو، ذاكر تنجح، انما ده طلب ودي بديهه فاء السببيه، ما قبلها سبب لما بعدها، تبقى تنجح فعل مضارع منصوب بالايه؟ بالفتحه، بفاء السببيه وعلامه نصبه الفتحه. بكده احنا خلصنا جزم الفعل في جواب الطلب، وجزم الفعل بلا ان هي ولما ولام الامر. طيب كده اصلنا ايه؟ جزم الفعل في اسلوب الشرط اللي هي ادوات الشرط اللي بتجزم فعل فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط، وناخد معاها اقتران جواب الشرط بالفاء. ده ان شاء الله تابعونا فيها في الحلقه الجايه على منصه إيديورام. كان معكم استاذ صابر بيبرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.